ينضم إلينا عبر سكايب من لندن دكتور أحمد ياسين الخبير الاقتصادي. أرحب بك دكتور أحمد. أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور. بداية، هل طغت الصحة على الاقتصاد والأمن في هذه القمة لهذه الدورة؟ هناك يعني مواضيع مختلفة يتم التطرق إليها في قمة مجموعة السبع، ولكن من الواضح جدا بالرغم من أن يعني كورونا وتبعاته الصحية والاقتصادية هي الملف الطاغي حاليا خلال هذه الفترة الزمنية، ولكن يبدو أن يعني محاولة الرئيس بايدن جمع باقي الدول المنضوية تحت مظلة مجموعة السبع لمواجهة الصين تبدو أن هذا الملف هو الملف الطاغي، انطلاقا من الأهمية الكبيرة جدا التي توليها إدارة بايدن لإيجاد الحلول اللازمة، وكذلك أيضا إيجاد الإرادة القوية والمتماسكة لدول مجموعة السبع لمواجهة النهضة التنموية المتنامية للصين. مثل هذا الملف يبدو أنه أكثر حضورا من باقي الملفات الأخرى. بالتأكيد تم التطرق إلى فيروس كورونا وتبعاته الصحية. هناك فكرة طرحها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن على هذه الدول أن تتكاتف فيما بينها في بين قطاعاتها الصحية لتحديد 100 يوم فقط لإيجاد يعني لقاحات جديدة في حال واجه العالم أوبئة مشابهة لفيروس كورونا. كذلك أيضا إنشاء سوق استثماري من أجل التعامل مع مثل هذه التبعات الاقتصادية الخطيرة لوباء كورونا أو أي أوبئة مشابهة. كذلك تم طرح فكرة التخلي عن الملكية الفكرية لإنتاج لقاحات كورونا، ومثل هذه الفكرة ما زالت تواجه في ممانعة من قبل المفوضية الأوروبية، وهذا الموقف يعني يثير الكثير من الاستغراب. يبدو أن المفوضية الأوروبية حتى أنها تعارضت مع البرلمان الأوروبي، البرلمان الأوروبي وافق على هذه الفكرة في التخلي عن الملكية الفكرية لإنتاج اللقاحات، ولكن يبدو أن المفوضية الأوروبية ما زالت متمسكة فيها. مثل هذه الخطوة بالتأكيد سوف تنعكس بقدرة الدول المنضوية تحت مظلة مجموعة السبع لكي تمنع اللقاحات وتعزز من برنامج منع اللقاحات لدول العالم خاصة الدول النامية. يعني مثل هذه الخطوة هي بالتأكيد لمصلحة الدول المتقدمة اقتصاديا، لأن مواجهة فيروس كورونا يجب أن تكون مواجهة شاملة من قبل جميع دول العالم. العنوان الأبرز برأيك دكتور ياسين لهذه القمة؟ العنوان الأبرز، هذا السؤال وجيه جدا وواقعي، وأشكرك على هذا السؤال. أنا يمكن أن أعطي عنوانا واضحا، هو أن هذه القمة تعكس المنافسة الحادة بين النظام الديمقراطي الليبرالي تحت يعني قيادة الولايات المتحدة الأمريكية مع الأنظمة التي توصف من قبل الغرب بالأنظمة الشمولية في مقدمتها الصين وروسيا. نعم. يعني طريقة التعامل مع فيروس كورونا وتبعاته الصحية والاقتصادية تعكس مثل هذه المنافسة. ولكي أوضح أكثر، يعني مجموعة السبع هي تضم أكبر سبع اقتصادات في العالم، ولكن هي تستثني ثاني أكبر اقتصاد في العالم هو الصين. نعم. كذلك عندما أشكرك. نتحدث عن مستقبل مجموعة السبع، هناك توقعات بأنها سوف تتغير في وجهها وفي تسميتها إلى مجموعة الدي 10، ولهذا يعني تم منح يعني كروت دعوة كضيوف فقط لثلاث دول. نعم. هي أستراليا، كوريا الجنوبية، وساوث أفريقيا. أشكرك. وهذه الدول التي سوف تنضم فيما بعد إلى مجموعة السبع لتصبح الديمقراطيات. نعم. العصر الأكبر اقتصادات في العالم. شكرا جزيلا، كنت معي من سكايب من لندن عبر سكايب الدكتور أحمد ياسين الخبير الاقتصادي.